مساءكم رايق، مش هقول لكم زينا، عشان زي ما انتم شايفين اننا نائر ونقير، مش كده؟ وشكلنا كده مش هنبطل ابدا لعركة، خصوصا لما يكون موضوع حلقة النهاردة عن يا دبلة الخطوبة. يا دبلة ايه؟ الخطوبة. الخطوبة. والله يا حبيبتي وانتي أيوة. ما رحبتيش بيا ليه؟ هو انا قاعدة جنبك تمثال مثلا؟ هو. ولا انتي داخلة معايا الحلقة كده بدري بدري خناقات؟ والله العظيم انا زهقت. هوا هوا انا عايزة اقول لكم يا جماعة، احنا بنتخانق من قبل ما نصور، احنا بنتخانق في البروفات من اول ما مضيت. وبعدين حاولي تحبيني كده يا حبيبتي، خلي كده. طب انا بحبك، قلبك حلو، انا قاعده على قلبك يا روحي 3 سنين، يعني لو تفكيرك جابك كده ولا كده يا مروه انسي يا ماما، قاعده على قلبك وهنجح وهنكسر الدنيا. ومش معنى ان انت خدتي مني حلقه ولا حلقتين هطوعك في الباقي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا بنتي، ده انت منوراني، ده انا بحبك، بس انت بس مش واخده بالك. طيب بصي بقى، انا دلوقتي عايزه اتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم ناس كتير في اسرنا، هي دبله الخطوبه وفتره الخطوبه، وهل الخطوبه تطول ولا ما تطولش، يعني الصح ان الخطوبه تطول ولا الخطوبه ما تطولش. انت شايفه ايه؟ يا حبيبتي، يا روحي حبيبه قلبي، هي فاكره نفسها بتزنقني طبعا، وفاكره انا عايزه انا مش هلاقي رد. انا عن نفسي شايفه انها تطول طبعا. ليه تطول؟ عشان ما اشوفش كميه حالات الطلاق اللي بنشوفها اليومين دول في محاكم الاسره، عشان ما تستعجليش في الخطوبه وتستعجلي ان انت تتجوزي وتخلفي بسرعه، وبعد 2 3 سنين وطفلك في ايدك تشوفي منظر في محكمه الاسره العيل هو اللي متمرمط في النص. طيب انت شايفه كده؟ طبعا. لا. ده اختيار غلط للام. اختيار غلط من الاول، من الام واسره الام اهلها. ومفيش اصلا انا بحبه يا بابا فانا هاخده بكل ديفوهاته، مفيش الكلام ده. فكره انا هتجوز يبقى هتجوز راجل بتأني، اشوفه فتره 2 3 سنين، لو ما تغيرش يبقى انا اتجوز الراجل ده. انما انا مرتبطش بواحد في الفتره الاولى، فتره بدايه الحب، وبعد سنه يخطبني اتخطب له 2 3 شهور وبعدين اتجوزه، ولا ايه؟ انسان عادي، ولا اتخطب لواحد لمجرد ان انا اصلا انا لازم اتجوز ويلا بسرعه بسرعه بسرعه، وجوزت صالونات وشهرين 3 وبعدين الاقي قدامي وحش وحش وحش. طيب انا لا، انا من الانصار ان الخطوبه ما تطولش. طبعا لازم يبقى في حب، ولازم يكون في تفاهم، ولازم يكون في انسجام وتكافؤ، مش كده؟ تمام. ليه بقى بقول فترة الخطوبة ما بتطولش ليه؟ بيحصل مشاكل كتير جدا لما فترة الخطوبة بتطول، ده اللي انت مش واخدة بالك منه بصرف النظر. ليه؟ لأن الواحد لما بيخطب دايما بيطلع أحلى ما عنده. يعني بمعنى ايه؟ يا رب حتى لو قعدتي 3 سنين 4 سنين مخطوبة هيحصل ايه؟ برضو هيفضل لطيف وظريف وجميل وما حصلش، وبيعمل كل حاجة 100% صح. كويس؟ لحد ما يتجوزك ويتقفل عليكي انت وهو باب واحد، هيبان بقى كل المساوئ وكل العيوب وكل الديفوهات. فيبقى معنى كده ان الوقت او التايم لو طول مش معناها ابدا ان كده يكون صح. وكمان لو هم حتى متفاهمين وفي تكافؤ وفترة الخطوبة طولت، هتلاقي مشاكل بتطلع لهم من تحت الارض. فطبعا بالطبيعي ان برضو حكمك على الامور مش سليم. خلصتي؟ لا انا ما بخلص. ما انا سايباكي براحتك. انا هخلص عليكي ومش هخلص. لا مش هتقدري في الموضوع ده بالذات، في الموضوع ده تحديدا مش هتقدري يا مروه. انا اتخطب لواحد اقعد مخطوبه له 2 3 4 سنين هيمثل احسن، هيمثل شهر، هيمثل 2، هيمثل 3، هيمثل سنه، بس صدقيني الكذاب
والممثل عمره قصير يمثل عليا. انا علي. ما قلتش كداب، انا ما جبتش سيره الكذب. هيمثل لمده سنه بس، هيبان في تفاصيل كتير قوي. احسن ما اتجوز واحد يعمل لي فيها روميو وعصره وفارس احلامي وحاجه كده، انا اسعد واحده في الكون، واستعجل بلبس الشبكه واعمل احلى فرح في الدنيا، وفي الاخر بعد ما اتجوزه بفتره شهر او اتنين يحصل موقف ونتطلق احنا الاتنين. بلاش دي. سيبك من هو بعد شهر اتنين، انا لما ادرسه في خلال 3 سنين أو 4 سنين انا هبقى عارفة هو بيحب ايه، هو كريم ولا بخيل، هو انسان فير ولا هو انسان لعبي، هو انسان كذاب ولا هو مش كذاب. الراجل بيبان من بعد اول سنة ونص. لا انا مش لا معاكي خالص. لا لا في الموضوع لا ده. لا 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 خالص. لا 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 لا. خلينا طيب نشوف انه نتكلم يعني دلوقتي عن البنت والجواز بدري. بالنسبه لك بتحبذي ان انت لما مثلا بنتك تبقى صغيره في العمر ان هي تتجوز ولا ترفضي؟ لا ارفض. ليه؟ لسه صغيره تكون شخصيتها ما اكتملتش؟ لا 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 بالعكس، انا بنتي طالما انا شخصيتي قويه هتبقى بنتي شخصيتها قويه وهتبقى شخصيتها مكتمله، بحكم ان اكيد بنتي مثقفه، اكيد بنتي في احسن مدارس واحسن جامعات، واكيد الـ 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 المجتمع اللي حواليها مخليها بنت مثقفه، فانا ما اخافش عليها ان هي تتجوز بدري. طيب وتقبلي بس انا لو... ليه اجوزها بدري واخليها تتجوز واحد في فتره خطوبه سريعه وبعدين تتطلق، بعدين يبقى عندها طموح واحلام انا اوقفهم لها؟ طب ما هو انت اللي انت بتقولي عليه بقى ده ان الجواز لما الواحده بتتجوز بدري فجوازها بيفشل عشان بتبقى تفكيرها صغير ودماغها اتغيرت، صح؟ بيبقى تفكيرها صغير، بتبقى دماغها صغيره. احنا تفكيرنا واحنا عندنا 18 سنه يا مروه غير 20 غير 23 غير 24. انا بنتي تتجوز بس ما تتجوزها وهي عندها 17 18 سنه. ليه؟ في سن علشان خاطر هي ما بتكونش نضجت. بالزبط. ومعنى ان هي ما نضجتش يبقى معنى كده حكمها على الامور مش صح ومش سليم، يبقى بالتبعيه قصه تطول او ما تطولش مش هو ده الموضوع ومش ده الاساس. لا 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 لا، قصه ان هي تطول انا بنتي لو مخطوبه لا انا مش هخليها تتجوز غير بعد 3 سنين 4 سنين. ممكن الواحد يبقى حصلت له مواقف شخصيه مخليه متاكد من اللي هو قاعد بيقوله، ممكن الموقف ده انت ما اتحطيتيش فيه بس ممكن الموقف ده انا اتحطيت فيه. انا ممكن يكون في جوازه صالونات دخلت اتجوزت شهرين اتخطبت شهرين ولا 3 واتجوزت شهر واتطلقت. مش يمكن الموقف ده حصل لي، فانا بنبه البنات وبنبه كل ست ما تتجوزيش او كل بنت ما تتجوزيش غير الراجل اللي انت متاكده. طب يا استاذه يا استاذه ايناس، متاكده منه الخطوبة ومن طبعه ومن شخصيته. يا استاذه ايناس ان شاء الله 3 سنين هي سنه ماكسيمم يمر عليها 4 فصول صيف وخريف وشتاء وربيع، ده الماكسيمم. اسالك سؤال علشان أسألك سؤال. 4 فصول اسمعيني، 4 فصول دول قادرين ان هم يبينوا الراجل والست وهيمر عليهم كل التغيرات. انت عارفه ان فعلا كل فصل من فصول السنه يعني الهرمونات بتاعتنا. ليه؟ شخصيتي في الصيف غير في الشتاء؟ والله العظيم فعلا في ناس شخصيتها بتتغير في الشتاء. بشخصية أنا متقلبة ماشي، احنا بنتكلم كده في علم النفس دي حبيبتي، في حاجة اسمها وبنتكلم في الهرمونات. يا ممكن طب ازاي انت مع الخطوبة الصغيرة وازاي مع تقلب؟ بصوا برضو رجعنا لنفس الموضوع. طب يا جماعة فهموني لو انا غلط، مش انا دلوقتي بقول الست والراجل لازم يقعدوا سنتين 3 أو 4 سنين سنة؟ انت بتقولي لا انا مع الخطوبه السريعه ولا سنة مش كفايه؟ لا سنة مش كفايه. لا سنة طبعا كفايه جدا لا. جدا. طب ازاي سنه فتره طويله؟ على فكره انا رايي على فكره مروه سنه فتره طويله. انا لا سنه كويس. لا 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 انت بتتكلمي من شويه بتقولي لا. سنتين و3 و4 انا بقول لا هي سنه كافيه جدا يا حبيبتي. ده انت كنت بتقولي شهرين 3.
شهرين ثلاثة لو انا واحد في تكافؤ. بصوا غيرت كلامها ازاي يا حبيبتي. انا بصوا غيرت كلامها ازاي. انا بتكلم على الماكسيموم السنة على فكرة مش كتير، لحد سنة مش كتير، يعني شهرين اربعة ستة سنة ده مش كتير. انا بتكلم على الناس اللي بتقعد ثلاثة واربع سنين، ده هتخلل جنبه. يعني انت عايزاه هتقعد تخلل جنبه؟ ما تقعدش تخلل جنبه. بصي هيزهقوا من بعض، هيملوا من بعض، هيبقى في مشكله بعد كده، هيطلع لهم مشاكل من تحت الارض. طول فتره الخطوبه بيعمل مشاكل وبيعمل خلافات احنا في غنى عنها، وده رايي ومش هغيره. بصي يا مروه يا حبيبه قلبي، احنا عمرنا ما هنتفق على رأي ما انا قلت واحد لك عشان في انا وانت بتاعنا مختلفين. احنا نقر ونقير، احنا مختلفين من قبل ما نمضي في القناه ومن قبل ما نعرف فكره البرنامج، وهم اصلا عملوا لنا عركه ستات لان هم شايفين ان احنا مش طايقين. هي لايقه علينا عركه ستات دي، فعلا لايقه علينا. ده حتى في الوان اللبس تقعد تتخانق معايا، هنلبس ايه؟ طب اصفر؟ لا انا اللي هلبس اصفر، لا هلبس اخضر. لا يا حبيبتي انت لابسه اصفر، انا لابسه ازرق، انا مالي بيكي؟ والله انا بجيب الوان كاتشي. قالوا لي مثل في الكنترول عجبني، زي عجبني قوي. قالوا لي مثل في الكنترول عجبني قوي، حتى قعدت اضحك كده ودخلت كده الحلقه في اولها مبسوطه ومنسجمه جدا. يا ايه الاصفر على الاسد بيمنع الحسد، والازرق يا حبيبتي ما حدش جاب سيرتك على والازرق على الاسد بيمنع الحسد. يا جماعه احنا لازم نجيب طرف تاني، نطلع نقسم الجدل اللي بينا. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم. فاصل يا ساتر يا رب.